السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. ورجعت لكم أنشيشكم مقطع جديد. وعندنا هسه شباب تحدي من تحديات الموسم للأسبوع العاشر. قبل ما نروح للتحدي يا شباب، لا تنسوا تدعمونا من خاضط على زر الاشتراك لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعلوا الجرس لكل جديد من تحديات أو جلتشات. وخلنا نبلش على طول في التحدي. والتحدي بيحكي لك كم الحاق ضرب الخصوم في غضون 10 ثواني من الداش باستخدام سمكة نقطة الصفر. تأخذ سمكة نقطة الصفر، بالنسبة لي أفضل مكان تقدر تيجي تصطادها منها نقطة الصفر من هاي البحيرة اللي هي الكبيرة هون اللي عندنا، اللي أنا سنزلت عليها مليانة سمكة نقطة صفر. كل عليك إنك تأخذ هاي السمكة. بعد هيك بدك بعد ما تأخذ السمكة، خلاص نأخذها مع بعض وفجيك شو نعمل. سنعتبر في قدامي خصم، بتأخذ السمكة بتعمل داش. شو تعمل الداش اللي عملته؟ لأنك هاي السرعة هاي هي مع خلال 10 ثواني تكون محدي الضرر للخصم. لازم تعمل ضرر للخصم من مقدار 100. تقدر تعمل على اكثر من خصم او نفس الخصم، فعشان هيك يفضل انك تصطاد اكثر من سمكه. واذا شفت خصم على السريع ضلك اعمل داش وطخ، اعمل داش وطخ عليه، تمام؟ لانه معك خلال 10 ثواني، اذا خلص ال 10 ثواني وانت لسه مش طاخ عليه، او انك عملت داش ولسه انت مش مطلق عليه، ما راح ينحسب. فلازم انت يعني تعمل الداش وعلى السريع تطلق عليه انه ينحسب انك رميت عليه طلق. فاهمين علي شباب؟ انا عارف اني حكيت كثير وكلجت، بس انسوا. سهل الشباب، تأخذ السمكة تعمل داش، وبعد ما تعمل داش كل اللي عليك انك تطلق على الخصم وتحدد الضرر بس. الشباب وهذا كان عندنا تحدي لليوم. لا تدعمونا من خاضط على زر الاشتراك لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعلوا الجرس. خلينا نشوفكم فيديو مقطع جديد. مع السلامة، بيس.